أشياء مستحيل إنها تصير بماينكرافت بارت 1. معقول أول إشي بناخد إشي اسمه بيستون، وبعدين ناخد إشي اسمه ليفر، وبعدين بناخد هذا الإشي تاع العنكبوت، وبعدين بناخد ألوان متعددة من كونكريت باودر. أول مرة بعرف إنه هذا الإشي موجود بماينكرافت. بعدين بنحط البيستون بالطريقة هاي، وبنحط عيت العنكبوت هون، والليفر بنحطه هون. ما بعرف إذا حكيت اسمهم صح ولا غلط. وبعدين بنوزع ألوان الباودر، وهيك صار عنا عمود كتير طويل. اللقطة الحاسمة، توقعت انها تفشل، عشان هيك حكيت انه اشياء مستحيل تصير بماينكرافت. اكتبوا لي بالتعليقات اشياء مستحيل تصير بماينكرافت، خلينا نجرب هالفيديو الجاي.